منذ قليل سألتني بطبيعة الحال عن أخبار المنتخب الوطني، إذا نبدأ برحلة الطاقم الفني للمنتخب الوطني إلى الدوحة القطرية بقيادة الناخب الوطني كريستيان غوركيف ومساعديه، ولحظة وصولهم إلى مطار الدوحة الدولية الناخب الوطني كان مرفوق بمساعديه كما قلت نغيز ومنصوري والبقية تحسبا للتربص الذي سيقيمه الخضر هناك. هذه الصور لنا مبعوث تلفزيون النهار إلى قطر كما المرسل.